السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، كلشي هاني. اليوم ان شاء الله غندير معاكم طاجين ديال السرديل. هنا عندنا السرديل، عندنا البطاطا، عندنا خيزو، البصله الخضريه، الفليفله حاره، عندنا مطيشه، الفلفله ملونه حمراء خضراء، مربى ديال القزبر معدنوس، والبطاطا والعطريه، التحميره، الحلقوم البلدي، كمون، سكنجبير، البزار، ونشر من الحوت. نشر من هاد البطاطا كامله باش نديرها في الطاجين ان شاء الله. انتما يا البنات، غندير هنا شويه ديال الماء، غندير هنا العطريه، نشمروا هاد الطاطا ديالنا، ديروا هنا البطاطا، عليها شويه ديال الربيع. هما البنات كنقرض عليها الربيع، كندير ليها معاها الربيع، كلشي كيجي شويه كيعطي الذوق زوين. درب البصله الخضريه، نخلط هاد العناصر كاملين، كنشرملهم شرميله ديال الحوت، ندير في الطاجين ان شاء الله. ندير ثلاثة ديال السلاط ديال الخضاري، ندير الثومة، كنشرمل هاد العناصر كاملين، كنخليهم واحد 10 دقائق باش يشربوا لينا العطرية. عاد كنديروها في الطاجين، كنعاون الملحة، الزيت ديالنا، كنديروش الزيت، كنديرو غير الماء مع الشرميلة. انتما يا البنات، انا درت الشرمولة للسرديل ديالنا، الفليفله اللي غادي نزوق بها، غنسكت هذا الشيء كامل في الطاجين نرجع معكم. ثم يا البنات، نصطفوا الخضره ديالنا في الطاجين، نديروها كامله بحال هكا باش نديرو عليها السرديل ديالنا ان شاء الله. ثم كيفاش كندير انا التستاف، باش كيجي ملون، كيجي كيعطي المنظر زوين والذوق زوين ان شاء الله. كنتمنى هاد الطاجين يعجبكم، هاد الشرموله اللي درت معكم. ويا البنات، كيفاش كندير الستاف، شدير السرديل ديالنا ان شاء الله. هانت كيفاش كندير له، حيت مبقاوش غير اللحم، اللحم الدجاج هما نبدلو شي شويه الماكله مع الطاجين. تعرفوا السرديل ديال الطاجين كيجي زوين. من يعجبكم هاد الطاجين وتجربوه تردوا عليا ان شاء الله.
كنتمنى هاد الطاجين ان شاء الله يعجبكم، تشاركوه مع العائلة ديالكم والأصدقاء. كنتمنى يعجبكم هاد الطاجين ان شاء الله كنتمنى هاد الطاجين ان شاء الله يعجبكم، تشاركوه مع الأصدقاء العائلة الحباب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك تشتركوا ان شاء الله. العطريه فاش درنا ليه التشرموله كنكبوها هنا تعطي اللذه. كنتمنوا ما تنساوناش بلي لايك. كيفاش كيجي؟ نتمنى يعجبكم الديكور ديال الطاجين بالسردين ان شاء الله. البنات كنزيد معاه شويه ديال الحامض باش يعطينا نسمه زوينه، كنديروا عليه الزيت البلديه. بالنسبه للطياب ديروه العافيه مهيله 15 دقيقه هكا صافي كيطيب. العافيه تكون مهيله ما تكونش مجهده باش ما يتحرق لكمش الطاجين. انتما غادي نسدو عليه من غادي يطيب غنرجع معكم ان شاء الله. انتما البنات الطاجين ديالنا قريب يوجد ان شاء الله. باش كيجي من كيكون كيطيب كيجي كيشهي بارك الله. كنتمنى تعجبكم هذا الطاجين ديال السرديل. انتما يا البنات من بعد ما طاب لينا الطاجين ديالنا ديال السرديل ها هو واجد، ودرت معاه الخبز ديال الشعير طيبتناه في الفران ديال. انتما يا البنات الطاجين ديالنا كيفاش جا من طاب من بعد ما طاب. كنتمنى يعجبكم هذا الطاجين، تشتركوا معنا في القناه تبعونا ان شاء الله. راه مازال بزاف ديال الشيوات اللي غنعطيكم، وديروا معنا لي لايك بكم ان شاء الله غادي نزيدوا قدام. كنشكركم بزاف بصحتكم وراحتكم، الله يعاونكم ويسهل الامور ديالكم.